الحقيقة إن إحنا في الفقرة دي هنتكلم عن حاجة جميلة ومختلفة ومحببة لكتير مننا، إن إحنا يبقى عندنا شمع، والشمع ده يكون كمان عطري بيقدم لنا ريحة، وخصوصا بقى إن إحنا يعني داخلين على الأعياد وشم النسيم وبعده عيد الأضحى، فبتبقى حاجة مختلفة إن نزين بيها البيت وفي نفس الوقت تدي ريحة حلوة، وكمان تبقى هدية حلوة، ليه لأ؟ يعني ممكن في المناسبات المختلفة نقدمها هدايا لأصدقائنا ولأحبابنا، كمان فكرة إنه يعني يبقى بأشكال يعني مبتكرة، ده اللي هنتكلم فيه في فقرتنا ديت، خصوصا إن الشموع حاجة بتعمل استجمام كده وبتساهم في إن الواحد يقعد في هدوء وسلام نفسي. علشان كده احنا في الفقرة دي هنتكلم مع ضيفتنا النهاردة اللي بتقدم أشكال متنوعة ومختلفة من الشموع اللي على شكل كب كيك وتورت، وعندها كده أفكار كمان مميزة جدا للشموع اللي بتشتغل عليها. أستاذة حسناء عمر ضيفتنا في هذه الفقرة، صباح الخير ويوم سعيد. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، أنا مبسوطة قوي أن أنا موجودة معكم النهاردة. احنا سعداء جدا الحقيقة بشغلك الجميل ده، يعني زي ما الكاميرا طبعا هتبقى جايبة الأشكال الجميلة اللي احنا شايفينها، عاوزين حضرتك توضح لنا الشمع ده عبارة عن ايه وازاي بتعمليه، والفكرة جات لك أصلا ازاي؟ هي الفكرة كانت بداية ان انا شفت فيديو على الانستجرام لستور برا مصر بيعمل أشكال التورت والكب كيك، ودي أكتر حاجة شدتني لموضوع الشموع، وخصوصا ان انا كنت بحب أصلا الشموع من قبل ما أبدأ فيها، بس ما كنتش اعرف ان بتعمل منها اشكال تانية غير اللي متعودين عليها التقليديه، الشمعة العاديه اللي بتطول، الشمعه العاديه، ما كنتش اعرف ان بتعمل منها ورد، يعني شمعه تقليديه عاديه بس. فشدني بقى الموضوع فبدات اعمل سيرش عليه. عملتي سيرش فبداتي تشتغلي، ولا رحتي مركز تدريب تتدربي على ان ازاي تعملي الاشكال دي، الطرق ايه، انواع الخام اللي بتستخدميه بتجيبيه منين، الالوان دي بتدخل فيه امتى وازاي، العطور امتى تحطيها وامتى تقولي ان شكل الشمعه دي او اللون ده يناسبه العطر الفلاني، كل الحاجات دي؟ انا ما درستش في حته يعني الموضوع ده، وانا كان كل حاجه اعتمدتي على نفسي، انا اعتمدت على نفسي يعني، وعلى اليوتيوب، وخصوصا ان انا اصلا كنت حابه الموضوع، فعلشان كده يعني ايه اتعلمت بسرعه. اتعلمت قعدت يعني في الاول كنت بسجل كل حاجه وادون كل حاجه ليها علاقه بالشمع وانواع الشموع والعطور قبل ما ابدا اصلا اعرف هو بيتعمل ازاي. بتحضري يعني لنفسك بالظبط. وبعدها بقى بدات اشوف فيديوهات ازاي بيتعمل، ويعني قعدت شهر لحد ما اتعلمت. بدأت بخامات بسيطة وقعدت. اللي هو الشمع المكسر بقى عندك في البيت تسيحيه وتستخدميه، ولا لا اشتريت بقى شمع؟ لا الماتيريال بتاع الشمع. بالظبط. جبت ماتيريال بتاعت الشمع بقى وبدأت. ده هو الشمع ده اصلا بتشتري الماتيريال نفسها وبتزودي عليه حاجات، فبنشوف الروائح الجميلة، يا ريت يعني كانت ينفع ان الناس تبقى يعني فعلا ريحة جميلة جدا، ولا هي اصلا بتبقى المادة فيها يعني؟ لا، توصف لنا الطريقة نفسها. الشموع بتيجي اصلا لونها ابيض، تمام، او اوف وايت، يعني هي ايه بتبقى اوف وايت ما بين الابيض والاوف وايت. يعني هي بتبقى في كذا نوع بقى من الشموع، يعني في شمع النخيل وفي شمع الصويا، ودي شموع طبيعيه، في طبعا شموع صناعيه، في بنضيف الاثنين على بعض، يعني بيبقى يعني ايه كل، انا طبعا عشان تعمقت في الموضوع فايه بالنسبه بقى للعطور سعرها بيكون اكتر الايه الطبيعيه. طبعا، لان سعر الشمع الخام اغلى. بالنسبة للعطور بقى فهي بتضاف عند درجة حرارة معينة، الألوان دي بنضيفها والشمع لسه بيسيح، لأن هو لو تقل شوية لا مش بيقبل اللون، مش بيدوب فيه. وبس طبعا في انواع كتير من الالوان. انت بداتي باشكال الكب كيك والتورت. دي كانت اول حاجه اعملها. بعد كده يعني ايه الاشكال اللي استهوتك وجذبتك ان انت تشتغلي اكتر في الفكره دي، وامتى قلتي ان لا ده خلاص بقى هيبقى براند باسم حسناء وهيبقى موجود، وبداتي تسوقي لنفسك ازاي؟ هي انا بعد التورت بقى، وصراحه حققت نجاح كبير في اول ما نزلت اول تورته انا عملتها، والطلب منها كتير قوي. وبعد كده بدات بقى ايه ناس تطلب مني اشكال، اللي هي برضو الاشكال اللي هي العاديه،
الكوبايات طبعا، الكوبايات اللي هي زي بث دي، او يعني يعني دي برضو بدأت تطلب مني، بس انا كنت حابة ان انا اعملها بشكل مختلف. مش الشمعة برضو التقليدية السادة، ايوه هي عطرية اوكي، بس هي سادة ما فيهاش اي شكل. تمام. فبدأت بقى يعني افكر في افكار جديدة، بحيث ان انا اضيف للشمعة، انا تكون مختلفة عن الشمعة العادية. طب بداية الريحة نفاذة اصلا بدون اي حاجة، لما نولعها بقى ده هل بيزود في الريحة نفسها؟ طب ايه اللي بيحصل؟ عشان برضو انا عمال بتخيل، يعني هي بتسيح بقى ساعتها التورته كده تسيح؟ انا بقى زعلان عليها قوي يعني. هي بتسيح، هتسيح كلها. احيانا بشوف كده شمع اللي هو يعني بيجدد نفسه، بس مش هينفع يجدد نفسه في رسم وحاجات زي دي. لا، هي مجرد ما بتتولع، وخصوصا لو هي لمست بقى الجزء اللي هو محطوط عليه فراوله او كده، لا هو بيسيح. دي تقعد وقت قد ايه مثلا التورته اللي هناك؟ التورته دي تقعد حوالي 30 ساعة تقريبا. 30 ساعة متواصل. هو الأشكال دي برضو ده شمع، الفراولة والشوكلت والحاجات دي ده شمع، مش كده؟ كل ده شمع. طب الورود دي ليها بقى يعني قوالب بتتعمل فيها، ولا انت بتعمليها ورقة ورقة كده وتلزقيها في بعض وهي لسه لا طرية؟ لا هي ليها قالب بنحط فيها. ياخد وقت قد ايه؟ بنسيبه في القالب لحد ما تنشف. في القالب الوردة الصغيرة دي بتاخد ربع ساعة. طب والتورتة؟ مشغول قوي. هي التورتة بتاخد وقت كبير في انها اول حاجة بنصب اللي هو القاعدة اللي هي اللي تحت، وبعدين بصب بقى الالوان اللي هتتحط عليها، وبعدين بقى نحط الاتنين فوق بعض، وبعدين اعمل الكريمة، والكريمة دي بتتعمل بمضرب كأني بعمل كريمة يعني. تمام. وبس هي بتاخد قصه. التورته اكتر حاجه بتاخد وقت هي والكوبايات. امتى قررتي بقى ان حسناء تقدم تيمه معينه او شكل معين، خاصه ان انت عامله حاجات بقى هتبقى اسمها الاميرات، يعني شموع كده للبنات بقى اللي بيحبوا الاميرات في الكرتون والحاجات دي، هيبقوا فاهمين الشمعتين اللي معانا ناحيه الورد الاحمر وابيض. فكرة السيم أو التيمة أن تقدمي الشمع على شكل أميرات وعلى شكل موضوعات مرتبطة في ذهن الناس بحكايات بقى من الكرتون والكلام. أنا حبيت أن أنا يعني اسمه إيه ده، كل الناس بتسمي الشمعة باسم مثلا العطر بتاعها أو كده، بس أنا حابة أن الشمعة يبقى ليها اسم مختلف، وخصوصا أنها تبقى مجموعة ثابتة ليها عطور ثابتة، بس يعني كل واحدة ليها عطر مختلف عن التاني وشكل مختلف عن التاني، وطبعا ألوان، وعلشان هيبقى داخل فيهم كل الألوان وألوان كتير وورود وأشكال لسه كمان هنكملها، سندريلا ولسه يعني كل الأميرات. عاملة روبانزل وعاملة بيلا. بس لسه يعني هو إيه، لسه إن شاء الله هكمل الباقي. فانا حبيت انها تبقى مختلفه، تبقى ليها اسم مختلف، وكمان هتكون اصعب لان التفاصيل فيها ادق كتير، هتاخد وقت كمان بالنسبه لي. هي فعلا ادق كتير، بس انا صراحه انا بحب الشموع وبحب اشتغلها، فما عنديش مشكله ان انا اعمل تفاصيل. يعني انا مش بحب اريح دماغي واعمل شمعه عاديه ساده ما فيهاش اي تفاصيل، لمجرد ان انا بس عايزه بزنس، بس فلوس مش اكتر. لا، انا حابه ان انا اشتغل. الاقبال على النوعيات دي من الشموع، بقينا بنشوف في المعارض وفي الاماكن يعني في المولات وكده، فكره بيع الشموع دي واقبال عليها. انت كحسناء بقى بتسوقي ازاي؟ بتنزلي في معارض فين؟ فكره الاقبال عندك شايفاه كويس؟ نسبته عاليه؟ مساعداكي ان انت تطوري وتقدمي اداء احسن في فكرتك وفي عملك؟ هي بالنسبة للتسويق بيبقى تسويق على الفيسبوك وعلى الانستجرام. أنا لسه ما نزلتش ولا معرض لحد دلوقتي، يمكن علشان كمان بيبقى دايما عندي ضغط شغل، فمش ببقى قادرة أنزل معرض كبير بقى، أو مش بيبقى عندي الوقت اللي أعمل فيه الكمية الكبيرة اللي هاخدها معايا. تمام. طيب هل ممكن حد
يجيب مثلا صورة لحضرتك أو بطلب معين منه، تصميم معين، ويقولك أنا عاوز ده على شكل شمعة؟ على حسب، لو هي الشكل اللي هو اللي بعتهولي القوالب بتاعته متوفرة عموما سواء عندي أو حتى في السوق. أوكي، هي القوالب دي بتبقى قوالب للشمع مخصوصة ولا ينفع مثلا قوالب الكب كيك اللي احنا بنستخدمها العادية السيليكون ديت تستخدميها في انك تعملي مثلا شكل كب كيك؟ ينفع عادي. بس طبعا بالنسبة للورود والتفاصيل التانية والأشكال التانية فلا، هي بتبقى مخصصة للشموع. هل حضرتك ممكن تعملي القالب ولا هو بتبقى في قوالب معينة حضرتك بتستخدميها؟ متاح ان انا، بس مش انا اللي بعمله يعني، هو في حد بيعمله، بس متاح ان انا اوري حد شكل ما اقول له مثلا عاوز قالب انا لده عايزه قالب ده. يعني في رمضان كان في قالب على شكل بلحه او على شكل فانوس وهلال حاجات متعلقه برمضان يعني. بالظبط، وكان عندي كل الاشكال دي، بس طبعا عشان رمضان خلص فاحنا ما جبتهاش معايا يعني. ايه الاشكال اللي بتكون مطلوبه اكتر او العطور اللي بتطلب منك اكتر وفي مناسبات محدده يعني؟ العطور بتبقى الشجري، المسكره، الحاجات المسكره دي اكتر عطور بتطلب. وبرده العود، شويه في ناس بتحب العود والمسك، بس يعني اكتر يمكن البنات بتميل اكتر للروائح الهاديه دايما.